أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لافتتاح المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة المقام تحت رعاية جلالته بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين وبمشاركة دولية واسعة. وقال سموه: إنما حققته البحرين من إنجازات ملموسة على صعيد أهداف التنمية المستدامة يتواصل بخطى واثقة ضمن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، منويا سموه إلى ما يشكله هذا المهرجان الشبابي من إسهام في تعزيز إلمام ووعي الشباب بهذه الأهداف كونهم أساس المستقبل والقوى الفاعلة فيه. وأشاد سموه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وجميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية ذات المستوى العالمي التي تميزت بتنوع أنشطتها وما تتيحه من تفاعل كبير للطاقات الواعدة من الشباب البحريني مع نظرائهم من مختلف دول العالم، ما يسهم في توسعة أفقهم ومنظورهم لأهم متطلبات التنمية وتعزيز حس المسؤولية لديهم للمشاركة الإيجابية في البناء على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات. وأشار سموه إلى أن المهرجان يشكل إضافة إلى مساعي إعداد قادة المستقبل التي تولي المملكة الاهتمام بتنميتها لما يشكله هذا الجانب من أهمية كبيرة، منوها بما تشكله هذه المنصات الحيوية من أداة تمكين وصقل تشجع الشباب على التحلي بروح الفريق والمبادرة لتقديم المشاريع والأفكار المبتكرة والاطلاع بشكل أكبر على مختلف المستجدات والمتغيرات. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين في تنظيم هذا المهرجان الشبابي يأتي في إطار استمرارية التعاون والتنسيق المستمر الذي تحرص المملكة على مواصلة تطويره مع مختلف المؤسسات الأممية إيمانا والتزاما منها بالأهداف التنموية العالمية التي حققت فيها شوطا كبيرا، وسوف تواصل بإذن الله تحقيق المزيد على أرض الواقع بما فيه صالح الوطن والمواطن. والآن نتشرف بدعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد الأمين
نائب القائد الأعلى، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، نائب حضرة صاحب الجلالة، راعي الحفل، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أخواني وأخواتي، شباب العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمح لي يا صاحب السمو أن أرحب بضيوف مملكة البحرين، شباب العالم في بلدهم الثاني، متمنين لهم طيب الإقامة، ونتمنى إن شاء الله أن ما نكون مقصرين معاكم، ونتمنى إن شاء الله أن أنتوا أيضا تردون هذا النداء اللي نحن شاكرين تلبيتكم له، وهذا النداء هي مهمة وطنية وعالمية لكيفية التنمية المستدامة. وما هذا الملتقى إلا تأكيد على اهتمام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الله يحفظه ويرعاه، واهتمامه المباشر بشؤون الشباب وشؤون العالم، وبالأخص بشؤون أهداف التنمية المستدامة. ولكن أنا ودي أن أوضح لكم وأتكلم لكم مباشرة دون أي رسميات ودون أي معوقات ودون أي تلميح، ولكن نحن نبغي نتكلم مباشرة في مقصد ملتقانا الليلة، ونتمنى إن شاء الله في اختتام هذه الملتقى أن نوصل بالحل المطلوب واللي إحنا إن شاء الله نرجو منه، لأن ما في شك أن أنتم خيرة من يمثل بلدانهم، خيرة شبابنا وشاباتنا، راح تأخذون هذه المهمة بمحمل الجد، وراح تخرجون إن شاء الله بالمخرجات المطلوبة، لأن في نهاية المطاف اختلفت بلادينا، اختلفت عاداتنا وتقاليدنا، اختلفت طرقنا، اختلفت أدياننا، إلا أن هذه اللغة اللي نتكلمها هي لغة واحدة، والمقصود بهذه اللغة هي لغة أهداف التنمية المستدامة. هذه اللغة المقصود فيها أن هناك جيل واعد بإذن الله قادر أن يصنع عالم كلنا متفقين عليه بأن يكون هذا عالم جميل. ما في شك عندنا في مملكة البحرين، وغيرك معرف يا صاحب السمو لأنك أنت أساساً رأس هذا الهرم في تنمية هذا البلد وإشراقة هذا البلد وتطوير وتنمية كل كوادر هذا البلد، فما لا داعي أشرح لكم، ما لا داعي سيدي أشرح لكم ماذا قامت به حكومة مملكة البحرين من خطوات، إلا أن ودي أني أشرح لضيوفنا الكرام بهذه الخطوات. أن مملكة البحرين بقيادتها الرشيدة وبحكومتها التي تشتغل وتبذل قصاري جهدها تضع أولوياتها أن يكون هناك من ضمن أولوياتنا الرئيسية في مملكة البحرين هي تأمين هذه الخطوات التي تعد إعداد لمستقبل هذا العالم وإعداد لشبابنا وأجيالنا عن طريق أهداف التنمية المستدامة. فما يأتي هذا بحديث من الداخل أو من البيت الداخلي، بل يأتي هذا إشادة عن طريق التقرير الطوعي في الأمم المتحدة الذي استعرضوه في الأمم المتحدة ونال إعجاب وإشادة كبار المسؤولين بما تقوم به مملكة البحرين. فأتمنى منا جميعا نشكر قيادتنا الرشيدة
ونقف وقفة إجلال واحترام على فهمهم لهذا هذه الأهمية اللي راح يواجهها عالمنا في المستقبل القريب. أنا أقول مستقبل القريب لأن هذا الجيل هو الجيل الأول والجيل المحظوظ اللي راح يعيش أهداف التنمية المستدامة، هو اللي راح يضعها وهو اللي راح يعيشها. احنا هذا الجيل كنا نقول عن الجيل اللي سابقا هو المحظوظ، الجيل السابق هو شاف العالم القديم قبل التكنولوجيا وقبل التطور وقبل السرعة، وشاف هذا العالم اليوم احنا نعيش فيه، شاف التقدم والتقنية وكل ما تشهده هذه الكرة الأرضية من تقدم وتسارع، إلى أن أصبح الرغبة الأساسية للبشر هي السرعة. ما في أي رغبة ثانية لأي بني آدم اليوم إلا للسرعة والإثبات. كل متطلباتنا اليوم تحتاج السرعة، تبغون سرعة الخدمة، تبغون سرعة الأكسس، تبغون سرعة الإنترنت، تبغون سرعة الهواتف، تبغون السرعة هي الكلمة السرية اليوم. وهذه قد أنها تصير إيجابية، لكن سلبيتها هي كرتنا الأرضية. والمقصود في هذا الشيء أن إحنا هذا الشباب اليوم مع العولمة مع التقدم مع السرعة، إلا أن إحنا يجب يكون علينا وعي ويكون على عاتقنا الاهتمام والفهم بأن إحنا الجيل اللي راح نعيش أولى خطوات ونجاحات أهداف التنمية المستدامة. هذا الجيل هو الجيل اللي راح يصنع قرار السلام العالمي، هذا الجيل هو الجيل اللي راح يحارب الجوع، هذا الجيل راح يقضي على الفقر، وهذا الجيل راح يوفر العمل ويقضي على البطالة، وهذا الجيل راح يعزز الاقتصاد والابتكار والصناعة. هذا الجيل عظيم وبإذن الله. أنا ما أبغي أطول عليكم لأن وقتكم ثمين، وأنا مستعجل أبغي أشوف نتائج هذا المؤتمر ونتائجكم وابتكاراتكم. فأنا أبغي منكم كل هذه الأفكار، يا خيرة من يمثل هذا البلد وخيرة من يمثل بلدانهم، أنا أبغي هذه النقاط أستعرضكم إياها اللي الآن اللي بذكرها والأرقام، وأبغيكم إن شاء الله في اليومين القادمين تطلعونا حلول، تجلسون مع بعضكم البعض، تتكلمون هذه اللغة الواحدة اللي إحنا ذكرناها في بداية الحديث. اسمحوا لي أعطيكم أرقام ما هي بطيبة، إحنا دائماً نحب نسمع الأخبار الطيبة. اليوم اسمحوا لي أوقف أمامكم أعطيكم خبر ما هو بطيب، ولكن أنا إنسان متفائل، إنسان طموح، نتعلم من قيادتنا الرشيدة، وهذا أكبر اهتمام وجود من أكبر رؤوس هذا البلد موجود معانا اليوم في هذه الغرفة، يستمع إلينا متشوق إلى نتائجنا، عارفين قيادتنا أن شبابنا جادين، عارفين أن شبابنا يعرفون كيف يوصلون إلى الحل، عارفين أن شبابنا متعلم. فيا شباب استعدوا لهذه الأرقام اللي أنا ما أعتبرها سيئة، لكن أعتبر أن شاء الله هذه أرقام وحلولها جاية إن شاء الله في القريب. لازم نعرف أن 783 مليون شخص وللأسف يعيشون تحت خط الفقر، عندنا يعاني واحد من بين كل 9 أشخاص من نقص التغذية، عندنا ارتفاع عدد العاطلين، وهذه القراءة من قبل 2007 وإلى الآن من 170 مليون إلى 202 مليون، منهم 75 مليون شاب وشابة. من عام 1880 إلى 2012 ارتفعت نسبة الحرارة
بمقدار 0.85 درجة. وهذا يمكن أنتم ما تشوفونه كثير، لكن المنحدر هذا يدق ناقوس الخطر، ما يقدر بثلث الأغذية المنتجة تنتهي إلى التعفن والرمي في الحاويات. يفتقر 3 من كل 10 أشخاص إلى خدمة مياه الشرب المأمونة، وأنتم تسمعون دائماً بالمخاطر القادمة والمخاطر المستقبلية، هي حروب الموارد الطبيعية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء هو أهم عنصر اليوم، ونواجه فيه انحدار شديد، وعندنا ناس من هذا البشر يفتقرون وجوده. يعتمد عندنا حول 3 بليون شخص على الطرق البدائية للتدفئة والطبخ، أي أقصد يعني يستخدمون الحطب والنفايات عزكم الله والفحم. إلينا اليوم 3 بليون شخص يستخدم هذه الطرق البدائية، وإحنا نقول عالمنا متطور ووصل إلى أقصى الحدود. أكثر من 265 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، لكن مو بهذا العدد، العدد 22% منهم من المرحلة الابتدائية، فهذا شيء مؤسف. احنا عندنا 4 من كل 5 أطفال عالميا يتوفون قبل بلوغهم سن 5، بالرغم معانا وزيرة الصحة موجودة، بالرغم من التقارير الإيجابية اللي تقول عندنا تقدم صحي جيد، وعندنا الأدوية اللي تطول بالعمر، وعندنا وإلى آخره، إلا أن هذا المنحدر عندنا 4 من 5 أطفال يتوفون قبل بلوغهم سن 5. فأنا هذه العناوين مجرد عناوين بسيطة شاركتكم فيها، وأنا عارف وكلي ثقة تماماً بأنكم أنتم أصحاب الاختصاص وأصحاب الخبرة وأصحاب العقول وأصحاب الابتكار. ما دعيناكم عبث، ما دعيناكم لحفل معين، نحن دعيناكم عشان تستجيبون، ونحن شاكرين لكم استجابتكم هذه المهمة العالمية، ونتطلع بإذن الله رفع تقرير يساعد على بناء هذا العالم الجميل. وفي النهاية أشكر حسن استماعكم صاحب السمو، وإلى حضوركم معانا، وما هذا إلا شرف كبير لنا. وتضمن حفل الافتتاح عروضا فنية وفيلما لكلمة الشباب. There's still time to protect the natural systems that give us life. حياة الناس في خطر ولا قادرين يتكلموا، صحتنا بقت تحت الموج غرقانة ومحتاجة لنا، القوة اللي في عقولنا بقت تتحكم في قلوبنا، تغيير بسيط بإيدينا يقلب في ثانية كل حياتنا. If we ever look from far, our home is a blue star. Pollution win the world, but we can mend the hurt. With effort we can save a life below that makes the very air we breathe a possibility. Future life, oceans wide, clean the water so we can survive. Ironically, we have more food than to feed the entire population of the planet. So see, hunger is not a problem of lack of food. Instead, it is a problem of ensuring that food is accessible to plan to get rid of the hunger. Millions of children holding out their hands, asking us to ban hunger. It's time to share, it's time to feed everyone, help them from despair. It's time to share, it's time to give them a chance for a better day. Today we change. On an IED during my service time in Afghanistan,
I suffered life-altering injuries and lost both of my legs. Live long, live right and well. Head high, heart full of hell. Save those in need of help. And live long, live right and well. Promote ethical production in the fashion industry. According to the International Labour Organization, there were over 204 million people unemployed in 2015. Decent work means opportunities for everyone to access work that delivers a fair wage. No chance. I'm still dreaming. Let's get together. Let's turn this dream into reality. On March 12, 2018, we have lost a very special friend to us, Hassan Hariri. The magnitude of his loss left even the people that have never met him in awe. Colors of religions should tear us apart. Love and humanity, that is the start. For peace. Pour la paix, chante qu'il y ait for peace. We laughing pour la paz. بعدها قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتكريم الفائزين بجائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي.
كعادتها في احتضان المبادرات النوعية وتحت رعاية كريمة من لدن عاهل البلاد المفدى وبحضور سمو ولي العهد، افتتحت وزارة شؤون الشباب والرياضة المهرجان الشبابي العالمي الأول الذي يأتي بصبغة فريدة، إذ يحاكي الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. كان اليوم حفل الافتتاح يضم أكثر من 91 دولة مشاركة. بقية الأيام إن شاء الله عندنا 17 فعالية تخدم 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. أولها المؤتمر الشباب الدولي بيبتدي من بكرة إن شاء الله، وبعدها عندنا فعالية 100 موجه بيكون بيقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد بالتعاون مع وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الشمة. وبعدها عندنا كثير من الفعاليات إن شاء الله في المهرجان الخارجي، نتمنى إن شاء الله أن يعني نحقق أهدافنا من هذا المهرجان. مسؤولون وضيوف شرف من شتى دول العالم شاركوا في هذا المشروع التنموي الذي يسعى أن يعبد الطريق أمام الشباب ليكونوا فاعلين عبر تقديم مشاريعهم وابتكاراتهم في 17 هدفا حددتها الأمم المتحدة. كل الفعاليات اللي بترتبط بالشباب العربي احنا بنعتبرها على درجة عالية من الأهمية، على المنظور والمحتوى، التحديات والمحتوى السياسي والمحتويات اللي لازم نقدم لشباب الوطن العربي بصفة عامة وشباب دولنا بصفة خاصة. الأهداف اللي بيها الوطن العربي ازاي يتقدم وأهداف التنمية المستدامة، يحتاج الشباب إلى من يلمهم تحت مظلة واحدة للاستماع إلى أفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم. فنتوجه إلى مملكة البحرين كل الشكر على هذه الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال والترحيب، وهذا ليس بجديد على مملكة البحرين حكومة وشعبا. وحين يكون للشباب ملهم وأنموذج حي يقف معهم ويشجعهم، فإن ذلك بالتأكيد سيسهم في بلوغ الغاية المرجوة، وهذا ما تجسد واقعا من خلال حضور سمو الشيخ ناصر بن حمد وتكريم الفائزين في جائزة سموه العالمية للإبداع الشبابي. طبعا تعتبر من أهم المسابقات اللي مهمة بالنسبة لي بحكم شعبيتها يعني من بين المسابقات، ولأنها رأسها سمو الشيخ ناصر بن حمد، فهذا أكبر فخر بالنسبة لي. استفدت وايد من هذه المشاركة في التعرف مع أشخاص جدد من مختلف دول العالم، طبعا تبادلنا الخبرات والثقافات ما بيننا، وتعرفنا أيضا على حضارة البحرين. شو ممكن تفيدنا الجائزة وشو ممكن تفيد الشباب؟ أولا أن هي تسلط الوعي أو تسلط الضوء على بعض القضايا زين اللي ممكن تكون كمواضيع للمسابقة نفسها. ثانيا تحفز الشباب اللي مثلا اللي يبي يشتغل لكن يبي مردود في النهاية، مردود سواء كشهرة سواء كمردود مادي كجائزة زين، ممكن يتحمسون الشباب الى يسمونه انه يشتغلون يطلعون بروجكتات حلوه. عروض وفقرات عده تحدثت عن اهداف التنميه المستدامه في مهرجان يمتد مؤتمره حتى 25 من الشهر الجاري. هنا في هذا المكان تشهد مملكه البحرين حضور الاف المشاركين من مختلف الدول ليبرهنوا اولئك الشباب ان الشباب قادرون على القياده والرياده وتحقيق الأهداف الأممية، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.